وهو اللي مكننا ان احنا هذا القطاع فعلا نجح انه يوفر 5 مليون فرصة عمل على مدار السنوات الماضية. وده زي ما بقول لحضراتكم اللي بقى مخلينا النهاردة لدينا قدرة هائلة وعندنا خبرة كبيرة في هذا القطاع، ان شاء الله ان احنا نقدر وسعداء ان احنا نكون بننقلها لاخواتنا واشقائنا في افريقيا والعالم العربي. فالحقيقة مرة اخرى كل الشكر والتقدير لزملائي واصدقائي العاملين في هذا القطاع على ما يبذلونه من جهد. والحقيقة يمكن الكلام ده مش انا اللي بقوله، يمكن الحقيقة امبارح يعني كلنا كنا سعداء بعودة اصدار تقرير التنمية البشرية لمصر بعد توقف زاد عن 10 سنوات، وكل الخبراء الدوليين والوطنيين اللي اعملوا هذا التقرير اشاروا بصورة يعني ايجابية جدا على ما ساهم به هذا القطاع في نمو مصر في خلال 10 سنوات الماضية، واشادوا طبعا بالطفرة الكبيرة اللي الدولة المصرية قامت بيها في الاستثمارات العامة في هذا القطاع على الاخص وفي قطاع البنية الاساسية. الدولة المصرية منتهجة في الفترة الحالية والماضية ايضا، ولكن يمكن التركيز بتاعنا في هذه الفترة على موضوع الشراكة مع القطاع الخاص. وفي مشروعات البنية الأساسية النهاردة، سواء في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، في مشروعات تحلية المياه، في حتى محطات الصرف الصحي والصرف المعالج للشراكة مع القطاع الخاص، وأيضا طبعا في قطاع التطوير العقاري النهاردة الحمد لله الواحد سعيد أن كل المشروعات الكبرى اللي بيعلن عنها النهاردة هي في الأساس مشروعات شراكة ما بين الدولة والقطاع الخاص الجاد في مصر. وهنا أنا بأكد أن الدولة المصرية حريصة كل الحرص على الوقوف بجانب القطاع الخاص الجاد في مجال التطوير العقاري، ويعني بنبذل كل الجهد إن شاء الله أن احنا نمكن هذا القطاع من التوسع في المرحلة القادمة. مش عايز أطول على حضراتكم، ولكن يمكن في الختام أن أنا يعني بنتهز الفرصة في وجود هذا الحشد الكبير جدا من يعني شركات المقاولات والمطورين ورؤساء اتحاد المقاولات العربية والأفريقية، وأيضا أعتقد عدد من سفراء الدول الشقيقة، بالإعلان يعني عن توجه فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للإعلان خلال الفترة القادمة، الفترة القريبة القادمة جدا، عن إطلاق قمة دولية موسعة تحمل اسم قمة مصر الدولية للبنية التحتية والاستدامة لمناقشة طبعا قضايا التنمية العمرانية الشاملة وجودة البنية التحتية المستدامة بالقارة الأفريقية والمنطقة العربية. وإن شاء الله يعني بنستهدف بإذن الله أن هذه القمة تعقد في عام 22، ويعني طبعا يعني هنحدد يعني سيادة الرئيس هيحدد الموعد المناسب لهذه القمة بإذن الله، وطبعا ده هيبقى طبقا بالتنسيق مع رؤساء الدول العربية والأفريقية ورؤساء الحكومات اللي بإذن الله ان احنا بنستهدف ان هم يبقوا موجودين معنا ويشرفونا في هذه القمة. وده هدفه في الأساس ان احنا طبعا نزيد من يعني الحقيقة التواصل والتنسيق والتعاون الكامل وزيادة وتعزيز العلاقات الاستثمارية مع أشقائنا الدول الأفريقية والدول العربية، وده محور أساسي للحكومة المصرية النهاردة بتركز عليه في خلال المرحلة القادمة كجزء من الحقيقة يعني عودة القوى الناعمة لمصر إن شاء الله في منطقتها بإذن الله.